هذا ما طريقتها نفس واحد كاكار كار كرير وكاكار كري ما كار كار مال شكال كاكار تكرر تكرر كرر في كار كر هذا حافظها تتدرب صح ألم ألم بدائه إن أن آن 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 أوانيه حافظها يعني هو تعدى مرحلة القراية وصار يحفظ أذكر الله يا رجل ما شاء الله أنا أشوف إني أرتاح في هالبرد أوه الواحد في هالبريدة اللي يقول لك ألم 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 بدائه إن أن آن 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 حمى 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 اللي معك يلا حمى خلنا نكوي ناس هنا عليخي روح انت فكر هناك طالع السماء احنا على الشاطئ لا ما ابي دمك 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 لا يا طعس يا بدوي يا تعبان سو انا بدوي نص لا انا بدوي لا يقوم بيسهلون بس انت وش كنت بتكملها يا مو بقى شريحه الرابعه مو بقى مو بقى على ونعم ابو حمد والله يبيض وجهه وجه من يسمع جاي من الكويت يا رجل والله والله اللي مرحبا ومسهلا والله العظيم هذه مدينه رسميه يا حمد انت على شحم الكلام صوبه انت مالك دخل قول على شيء ثاني على الهواء بس المباشر يلا حشمه الهواء مباشر شحم الا على العلام لا تبدي على الناس خفيف لا ايه هديك عض عض لا ادرب الحادث اعضك 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 اخرج عضت الوزر فكر طيب ورا عضك لا والله بالورع شفتوا بس الدباسه الدباسه لا دبسك معي لا تكتك من اللي ما عنده ثنتين ذي لا سمبوسه والله انا جاكم بسنين ها تشوف جاي وتكم بسنين قرب تنكر سكين قول ارنب انا مددي على محمد وفي البريد اضحك الحين الحين وقبل الحين الحين عضك هو اضحك يعني حرام انت اضحك والله شوف قرطك انا اقوم محمد وفي البريد صحت معي نظر السبعة زيادة تون الله هذا الحق انه يقول الله يسعدك يا خلو وابدا العصبة ايش بلا حرجة من ريوس قدمها ليه مش الهرجة قدمها شوي لا هذه رحبا رحبا طولك طولك طيب طروت سعد جراني عبك سعد تقول هده جراني دورني مخمم شدري عيال علي هادي علي شدراني ابو ريام المدرسه ولا في مسجد ولا في عرس كم جابوا لي ذريع ليش تلبس ما تضحك ما تضحك اي نقهر اذا جاك واحد يقول لك ظنوني مع واجد انت لا ولا اللي يقول كذا والله اني انا حتى انا شو هذه شين شوف شوف انشد انا والله ما يمنك انا سيده منك انت بدا ما تبدا هذا هذا واحد من شيء ابي لقيت يلحقني انا قبيض ولا ازمتك يلحقني طب اكيد دقيقه ويلحقني يقول انت ما انت بدال انا ليش طيب ليش اخذ ليه منحاش والله قلت كنت حق جنوبي ها كنت حق جنوبي يلا يا جيل الساعد الطويل العواد الله من غير الله العواد رجال يا شاب حليبي هو بسمع السوالف فجع علي وثاب التوني لابسه دجا قم قم هنا قول كبه قول كبه كبه الله كب راسه لا تقول قول انثرى قول انثرى قول انثرى قول انثرى قول انثرى والله سالم حزام يا ريدي سالم حزام والله شبهني بال سالم حزام ونعم بس ايش لا كسر قوطي انا والله وديني بس يجيبون سالم حزام لحاله يجلس بس سالم يا جبر والله شوف انا ما انا ما عادل بن هيف يقول انت فيك وفيك والله سالم حزام هم كلهم اربعه هم واحد سحبكم ما لهم ما لهم علي ما احبهم كذا سحبكم لا عمر هدال ما تعدل واحد عمر هدال منك يا ام خلاص قال قال يا عبد العزيز بن رباح عمر بن هذال يقول انت غير نجم اشرد عليه اختصار انت ما انت بنجم وذاك ذا ساعه وزي الكلام اللي رتبه وهم اللي يجي نط في النص يا عبد العزيز رباح عمر بن هذال يقول انت ما انت بنجم اختصر الموضوع ملخص انت يا هذا اللي عجبنا فيه ها والله انه نعمل اقول عن اللي نقط راس عيال عندي فضيحه ثاني حزام انا بعد شفتها انت بعد شفتها كفك اسحب ملفك ويت عندي فضيحه سالم حزام تدرون انه ما يرقى الكرسي يا ولد سرقها ليش تسرقها؟ خلاص قول له كمل هو اللي باديها بالبطلون موجود هنا يلا
بس والله خربت سندك والله دقوله كم من على طول خلاص ما اي والله ما نذكره من الخير ما شفنا من الخير احنا قلنا والله احنا فاقدينهم لا نعم. لا انا ما افقد خلنا اعطيك العلم ما تفقد غني قول لا 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 عشان ما قالوا لك ساعتين استبعدوه قال لي استبعدوه قالوا لي استبعدوه وقالوا ما عندك جمهور وقالوا انك فاشل وقاموا ينقذوني كلام ما له لزوم هو يقوله اي نعم لا ما يعلمك وش انت زي لسانه برد ايوه الله يبيض وجهك ابو عقاب وداخلك للامور كبار ما يبي اللي يقول هو الرجال الطحطوح السنافي اللي ما له شكل عسل الرجال اي خلاص هو يبي اسمعني بطوع قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله بعدين اللب الروحي ما ادري ايش عقب شافوا ما في تفاعل قالوا قايد النسخه يبون ايش بعض الشباب يتحرك يقول وش عنده يوم يقايد النسخه سعد الطويل فهمت؟ صادمونهم ببعض احنا كلنا واحد ما حد منا كلنا عينين في راس واحد فهمت؟ هم هنا اخوانك ومهما قالوا اذا طلعت انت تذكر ان كلامهم والله العظيم يا يوم المسرح التسعين تذكر كلامهم وانت تدري انهم معك بس الاخطاء وارده اخطوا اخطاء احنا نقطي هنا على البث لو يجون كلامنا كلنا على البث احنا هو يحضر احنا ما نحضر هو يجي الفقره في ساعه ويخطي احنا لا نعيش ريالتي والخطا يحصل من غير بس هو يحضر لها هو ياتي يحضر لها يشب الجمر ايوه زين ويحط الطيب فوق يحط الولعه يحط لا لا يحط الطيب فوق الجمر ويظهر ريحه الطيبه على الناس ياتون يظهرون معدنك يدعسون عليك بكلام الاقشر وانت تنفعل اسمع كلكم نجوم كلكم طلعتوا بكلام من طيب وكلكم طلعتوا والجماهير كلهم معكم هم والله يزودون زين قول لا اله الا الله اللي مثلكم يقول الله بيض وجههم قلبوا الناس ضدهم خلوا الناس يصفقوا الله يعطيهم العافيه قلبوا بيض وجههم تسمع يقدرون طلعوا من كاتون هنا ايام مثل عمر هالدار كلمتين زينه يكسبون جمهوركم يلبون الرئ نعم صحيح كلام صحيح يلب الرئ نعم لا تقفون ولا بخير يا ابو محمد قل له احنا ان شاء الله ما تقفاهم الا بكل خير وانها رجل هرجنا في وجهه ما هرجنا في قفاه اقول لك لكن احيانا تجي مزوح لكن تقول مثلا ان الخطا يحصل منهم اخطاء عمر هذا انت الحين تقول انه ما يجي منها الا كلام طيب امس طال عمرك حاطم بيني وبين سطسط مشكله هذا خطا من اللي حاطه تدخل بين الرجال هذا خطا المخطي بنقول مخطي كائنا من كان كبير ولا صغير والمجدي بنقول له مجدي هم اخواننا وعزيزين وغالين جايين في فقره تضيف لنا ولكن لا منهم اخطوا دلناهم الدرب ولا منهم امدحونا فحنا نستاهل المدح هذا الكلام لكن هم وجودهم صراحه انه له جو وله طعم والخطا وارد من 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 اي اسالكم بالله ما فقدتوهم لكن اليوم انا اخذت الاداره جعل ربي حفظهم والله لا فقدناهم استفدت من هذا الكشف روم استفدت منها رقد فيها كيف ما شاء نعم هذا استفدت منه قول لا اله الا الله يحفظهم ما يجون سعد رعش خربوا دخولياتنا متعودين عندك خربوا دخولياتنا فاز فيها باللبدان يستاهل قول لا ما استعنت فيه جعل ربي يستهين فيه ارشيد لازم يمحقها لا اللي شفته يوم قومناه ترك الدوسري اي لا قول لا اله الا الله اجتماع بس انه قومنا منه دخل عام غرفه اسمع ما كل ما يحدث ولد تكفى وش عندكم انا لا يا رجال قال ولد ما كف عادي يا قال فاقو تروع احس بحل والله ما توقعت ان هذه شخصيه لا وش كنا لابسين بعد كلنا برتقالي لابسين البرتقالي كذا وش عندكم هذا وش عندكم نايمين لا يا رجال يعطيكم زمازم يحسبكم جزء يا ولد والله حلوة طلع منها شيء زين قصة يعني قطة ولا كل ما منه زين كم قطة كم ولا ساعة قوم سعد وجهه ترقدوش ساعة قوم كنت رجيم يرقدون كذا ما قومت أسلم أنا داخل عليك قايم يوم شفتني ترقد لا يلبس لا يلبس كذاب عقب اسلم خلاص ليش تقول كذا؟ لا نواف يا عقاب ترى قومنا نعم وبيض الله وجهه مرسلني عليكم احمد عبد الرحيم
اسلم. الله عقاب ما له شكل يصحى بدري يقوم اخوياه. انا ما اقدر اعرض بالكلام ما بهبل. لا 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 تهبل. انهبت تكفى يا سعد. والله اقوم عليه. طلبه. فدني يا ابو عقاب. ما عرفت تسترد ما تعرف. غثتني. انا اعطي الرجال حقها ما اللي ردت عليه كبرته وما يسوت لنا غلط. اول ما شفت رجال. زدني عودني وجهي ودني. قداس مقوم كل نوم. والله مقوم لو نسيتني وين جايني؟ قداس مقوم نوم. قسم بالله. انا ما احنب. والله. بسم الله عليك. ما انا خايف منك. انا ما ادق عليك تحيه قول بس ايش عندكم؟ هو جاري تطف لباسك الباب. لا والله الثقه. لا والله. مين خدمتكم؟ اسمع اسمع صغار. يا ابن لبدان يا مدخل هو يقول مرشيد له واقف. قال اسمع يا ترك الدوسري. والله لو ما تروح وراك. اني لا اشيل بك فوق ثم ارجبك. سامعني سامعني لا لا يا شيخ مصباح لا صادق معك حق. ابو مبلح والله اني ما انت كنت تقول والله لا اشيل بك فوق ثم ارجبك. لا والله هو اصلا موجود يعني كيف اشيل؟ انا سامعين كانوا جابر 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 لا 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 خلني اعلمك. قالها ولا ما قال؟ انا قلت من النوم قلت لك الدوسري عند الباب والعيال صاحيين مرتاعين وانا ارفع الطني قلت هلا قال اصحوا ما ودي ارجع لك. انا يوم كنت عند الدولاب بس لا ما في دنة قلت الحمد لله لو انها دنة الدنة هو شيء الدنة حقته النغمة 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 انا كنت الدنة معروفة دخل مو دولابي كذا على نص الباب يوم شفته وانا وشكم رديت رايح تروح اجوب يدخل ابد الدولاب هبت الدولاب يا ظريف يعني روعة ضربت الباب ايوه الدرج ابكار انا خرجنا خل عني يوم شامي وقف عند الباب خلني كلام زي هذا اخرجك هذا دايم صحي ابدا ابدا يوم جبت لك الدوس يا اسمه الغتره والنجم كلنا ارشد ارشد بغيت ارجع صح من هيك ليه والله ما فيك من اول اقول لي خير تدخل هذا خصوصيه اني قلته هذا تقول في المصور والله انا كاذب هذا محمد والله قلته والله قسما بالله لو اني منكم اني اقول له سمعتوا يا رشيد سمعت الوف قالها لا تكفون يا اخي جاني انا راضي ما ابي اواجهه مقول منه اول شيء قول له لا ما يتكلم جاني هناك وتر شو وتر الحين نغرف قال لي يغرف تو نغرف وشافني بروح من بس بقى خرج عيني شوف اسكت قال هو لو ما تجي اغرف والله لا تجي اغرف من استبعاد يقول لك اي والله حسب بروح كيف راح ادخل الحمام على جنبه واغسل 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 لين سمعت صوت ما عاد فيه ما عاد فيه عيال عيال ما عاد فيه رحت على الحمام تخيل ابو سلطان جاكم ابو سلطان سلطان علي جاكم والله انا قال لي قال لي شوف تجي الغرف نقول لك هناك السلطان علي جاكم اسم يروق الحين كذا كذا الحين انا بجيكم الحين غير ندق الباب قد فزيتوا من الكراسي انا خلاص اتاقلم يا ريدي انت تسميها كرسي لي سرير كرسي لي كرسي 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 ما يعنى كرسي اللي تقعد عليه يا اخي كلمتي وانا اقولها ما كيف يا ابو سعد كيف تحمس لا تقول قطه لا تقول قطه لا احد ذب قلت قطه لا تقول هاي اسمها ذب لا لا تقول قطه لا تقول اي قطه لا لا انت لا لا تقول لا تقول هو قطه عليك اسمها ذب ما اسمها قطه ايش تقول انت لا تسمي البراد باغوري ليه ما اسمه غوري لا لا اسمه براد احنا نسميه لا لا براد 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 نوف نوف جرف نوف جرف نوف خش نوف والله خش نوف خش نوف مش قلت لي لو سمحت والله قطعت لو سمحت الكل يسكت لو سمحت الكل لا انا راعي وقف لا مسكت جاكم المسك لو سمحت سالم هذا نعمه جيب جيب النعمه جيب الواحد يا علي جاكم الحلو يقول الجوازة ما شفت لعبة نوبة عقابة جديدة؟ طب شفت لعبة شوف لعبة جديدة ايش ذيك على حاجة تبغى اذكر؟ قول لي يا يا الربع النواف علي عقاب نواف عقاب بخيت انا حابب يا ابو عقاب تبقى يا ابو بخيت الله يبقيك يا ايش حالك؟ يا عاد عاد خلا خلا اضرب 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 لا لا اجعلكم البرد والله العظيم يا رجال يا رجال كم يا رجال كم خلا خلا اترك
خل لا حول ولا قوه الا بالله. خلونا نهدي يا رجل، خلوا الملائكه تتعب والله واحد يعبر ونذكر الله. اسمعوني انت اقدر؟ اي بالله اقدر. شو هذا؟ ايه يعني على بال وجهي حتى ما يفكر فيني. خل وجهك صوبي انت، هذا في الظل والله يا رجال ما يركض اني الليت يطلع دخنته هنا. يجينا النوم يا سعد والله ما اقدر، يجيني النوم. اجيك النوم يعني لازم تتحرك. جوجو توها مستانس، روح العب محل اني جربعتها مطارد انت وياها لين يروح الفرط الحركه. لعبتي انت ذا المخدت ولا في فيك راسك انت علي اللي بدا روح هناك. اقوى والله ما حقه الا كوي عشان يرفع. هذا وسط الضوء اقوى من ذاك. يبغى يرفع على العلبه يبي له كي. والله العظيم ايه والله ما تدري لي عافيه فنخاع هنا. والله ما تدري لي عافيه ربي بلبس كل حطه هنا ربي معافيه. لكن هو قومه لا على الحرم انه في خله. ما خله فيك خله قويه فيك هزه. انا هزه فيني بس انت فيك خله. انا ما يخالف ربي نذيبه. انا رايح فيها علي علي اللي بدا تمذل تمذل عيه مرابعه تمذل منها واحده. طيب اذن توكي توكي اذن لها انت. ايش تسوي يا سيدي؟ اول مره اشوف لك جنتل من يمه. قبل شوي اول مره اشوف لك جنتل يمه براسه. الدنيا مره يوسف انا مستغرب ترى جنتلتي ما هي. لا لا والله العظيم اقسم بمن احل القسم لا اوريكم العين. لا 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 الله اقسم ما عاد يقعد هنا بدون تهديد. لا عشان تهديد لابس ازرق بس كمل لي في عزمه غرفته. لا لا الله شوف 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 نمو اللي عندي عوده. ايه انا حالي بس خير تودا. ايه حال الرجال يا علي ترى هو حال ترى انا حال بالله والله العظيم يضجر ولا ما يضجر. يا حار لك كلام رجال. تعال اكل تعال تعال كلام رجال تعال كلام رجال اكل تعال ايش بالك تعال خليني اقول اسمعني بدون رفع صوت كلمتك اللي عندك انت جنت قولها واخوانك كلهم يسمعونك غصب ما ذا غصب. اسمعني قول له يعني يعني ويش اجي اجلس هنا اسولف يعني ويش يقول لك سؤال ان شاء الله يقول لك اكل ايش تربي. لا ما نقول لا ما نقول خلاص جنت انا اقول الحين افهم كلامي. جوجو ترقى الشجار يا خبيب. لا تاكله قرد تاكله بس يقول والله ربي خابره يا ام حق جنت اسس. لا هذا ام حق جنت اسلم اسلم اسلم. انا قلت والله يا الاداره ان ام حق محطه جنت للرجال. بالعكس الحمد لله قاتل تسويس تعبت عمر يجوز لكم حلف زنجبيل. الله يبيض والله بيض وجهي. هل يقول تاكل الحليب اللي على طول اول باول والله العشاء البارحه تحلى العشاء يا قلبيه مليان خير ترى ارقت. لو ان الله يهديه بس شوي على وجه ابو عقاب والله العظيم من امس كله معي وانه ما قصر ورايته صفراء قسم بالله اني صادق. لا والله الله بيضه لا والله رايته بيضه جاي يسلم. ترى بعد الاذان كنت اقول ابغى ترى عادي احرك البث بس انت ابو لا تاخذون راحتكم اذان ما هو بكل ساعات الوقت كل وقت. لا لا بنقول بعد لا ما بنقول الحين انت خذ يقول مره عقب ذاك الصباح ما عاد خلاص امس فسخنا وقلنا في قشبه لا هنا كيف فسخ ما فسخنا قلنا كلام يعني صباح صباح باقي ما لك دعم فينا شفت انت به ترى عاد عندك والله يا اخي خطا قسم بالله انه خطا قسم وانها محل البرامج يا اخي كيف عيد الاذان ما جعل ولا ما عليك والله كان عندي احساس يا رشيد والله والله كان عندي احساس.